هيك يعني كله سريع. شو رح نشوف اليوم؟ شو رح يشوفوا الناس بس يحضروا؟ رح يشوفوا شيء كتير حلو. كل لبناني من عمر 3 سنين ل 90 سنه رح يحس الفيلم كانه ترو ستوري عم تحكي قصه حياته، ورح يحبه كتير، رح يضحك ورح يبكي ورح ينبسط فيه كتير. بحب انتم تحضروا وتحكموا على العمل، بس انا شخصيا كفيليب راضي عن العمل وهيك محمس انه نحضر فيلم سوا. تحضروا كمشاهد؟ اكيد كمشاهد. انا عطول بس احضر شغلي، بحضره كمشاهد ما بحضره كمخرج. اشتغلت معهم ثلاثية لماجي أبو غصن وباسم مغنية بمدرسة الحب، وكان في بيناتنا شغلة كتير حلوة وانبسطنا كتير. كتير ظراف كممثلين، ممثلين كتير حلوين ورابعة القلب، وشغل معهم ظريف. أتمنى لهم كل التوفيق. أستاذ جمال فنان، بدي أقول لك إذا اليوم نجحنا كتير وفوق 100% وأنا أكيد في نجاح، هيدا برجع لفضلك لفضل معاملتك. كل وسائل الراحة أقدمنا إياها، أكتر من وسائل الراحة. ماجي بدي أقول لك أنا سنة زمان بعد فيك وعمر، أنا بس كنت عم بطمح وبلشت أنشيل، أنت كنت نجمة بسوريا. بدي أقول لك شغلة، أنا ممكن كنت أتفلسف، وأنا تفلسفت بالتصوير وانتعبت بعض الأشياء بالتعب. كانت تجي قبلنا، تنطر قبلنا، كانت مثلها مثل أقل أي كومباس. كلوديا بدي أقول لك بهنيك، فيلم رائع بمس بأي سياسة. وجهتي رسالة كتير قاسية، وجهتي رسالة كتير قاسية لبنانية انتخبوا للنواب مجلس النواب عيد. فيليب أبدعت مع أنه كتير تعبتنا، مع أنه رائع من عيد، عظيم من عيد، روعة من عيد، كتير قضينا مع فيليب، بس بتصور النتيجة اللي حبيين عبا. وبحبك بحبك بولا خباز تريبل إي الياس مهنة وبولا خباز، أنا كتير بحبكم. بحل السلام دايما، أنا بحل السلام كل شي بيجي.